لله الحمد تو وصلت هاواي هونولولو، وهاواي هي آخر ولاية دخلت مع الولايات المتحدة في سنة 1959. الغريب فيها أن اللغة عندهم غير والثقافة، فلغتهم هي قريبة من اللغة الآسيوية وعندهم ألوها هي هاي. وهذا أول منظر. المهم ان شاء الله بنكون سارين بيج ايلاند. نحن وصلنا هونولولو اللي هي العاصمة الرئيسية. الستوب اللي بعده بيكون كونا، ونحن في هونولولو حاليا، هي العاصمة الرئيسية. كونا هي البيج ايلاند، اكبر جزيرة عندهم. المشكلة ان بناخذ طيارة ثانية، كان زين الثانية، طيارة ثالثة. والله تعبت من الطيارة، احس راسي انفجر. شيء عجيب في مطار هاواي، هذا داخل تطلع برا، وهذا المنظر، وبعدين تدخل المكان الثاني من المطار. اول مره اشوف هالشيء. تو وصلت مطار بيج ايلاند، والله المطار كانه منتجع، يعني رقدت في الطياره وقمت من الرقاد وتحرى اني وصلت المنتجع. وهذا أول مطار في حياتي أدخله يكتدور، أول مطار في حياتي يكون برا. بعدني بوصل، محطوط علامة شنطة، من صدمين صراحة من المطار، غريب. يعني طلعنا على الشارع لكن ما الشنط بعدنا ما وصلناه، فلازم ننزل من الدري. يا ناس شوفوا المكان مال استلام الشنط، هذا الشارع هني استلام الشنط، شيء عجيب. الجزيرة الغريبة هاواي، شوفون الصخور هذه كلها بركانية، هذه الجزيرة بكبرها تكونت من بركان. سبحان الله الغيوم عدالنا، هذه الحين بسير ادقها، غيوم الامطار هاي. تطلع بعض البراكين الحية في هذا المكان. نحن جايين اصلا بيج ايلاند لتصوير البراكين فقط، فان شاء الله نتوفق. شوفوا سبحان الله، هني مكان البراكين ويسار بعد البراكين، تستوي الحياة من بعد البراكين. هذا فندقنا، يطلع البحيرة، اسمه كاسل هيليو، وضخم جدا. هني شعبهم شوي مثل الشعب الياباني، ينزلون راسهم يعني يقولون شكرا واسف. اعتقد ان في وايدين منهم بوذا هني. ما شاء الله شوفوا غرفتنا، هذه غرفة 3 نجوم وغرفة كبيرة 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 جدا. وصلنا شلال رينبو فولز، جميل. هذا أول شلال نوصل له حين. الأحلى إنه مع غروب جميل. سبحان الله شيء عجيب. الحمد لله النتائج الأولى زينة. الشلال كان ممتاز واسمه رينبو فولز، لأنه وايد يقص
تفزح على هالشلال، لكن ما شفناه اليوم. تمرنا شوية بعد الهايك القصير، والحين جايين الفستيفال مالهم ندور أكل.